السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا دكتور محمد؟ بقول لحضرتك ده كده الطقم الليزي بوي دي الكنبة اللي هي الاتنين مقعد كده، الشغل خلص نجارة اهو زي ما انت شايف، الشغل كله معمول من الخشب الزان، كله خشب زان احمر اهو يا دكتور زي ما انت شايف. دي الكنبة اللي هي الاتنين مقعد، عملت لك هنا هيبقى فيه مقعد زي ما انت شايف كده، وهنا دي هتبقى زي علبة كده، هعمل لك لها هنا في الحتة دي هعمل لك لها 2 مج، تمام، وهعمل لك هنا علبة تفتح وتقفل يبقى زي خزنة كده داخلية، تمام. وده المكان التاني اللي هيتحط فيه الكرسي التاني، يبقى دي كده معانا الكنبة، دي الكنبة الـ2 مقعد، تمام زي ما انت شايفها هي كده اتشطبت خالص اهيت، عشان انا كنت باعتها لحضرتك وهي كان لسه السواسات والقوايم والحاجة ما كانتش ركبت فيها، هي كده بقت نفس الكرسي اللي هو الفوتيه بالظبط بنفس كل حاجة، تمام. وبرضه يا دكتور محمد هوري لحضرتك برضه الكنسور شطب خالص وخلص اهو، عشان برضه انت ايه تبقى شايفه فرق كله، يعني معمول القيمة بتاعته كلها هاند ميد زي ما انت شايف، عشان انت عارف الشغل الطبع والمساطر الحاجات ديت بتاخد معانا وقت شوية، بس اتفرج بقى كده على الشغل وانا هحاول ان انا ابين لك كل حاجة في الفيديو عشان تشوف القيمة وتشوف التفتيح وتشوف الشغل عامل ازاي، يعني احنا عاملين الصورة احسن من الصورة بمراحل، كل اللي قدرنا نزوده في القيمة نعمله، كل اللي احنا قدرنا نعمله عشان يديك الشكل الجمالي اللي انت شايفه ده، ده كده الجزء اللي هو اللي تحت، تمام، ونفس العرض اللي احنا اتفقنا عليه بنفس كل حاجة، تمام. ودي الرجل اهي زي ما انت شايف كده، وعامل لك برضو الرجل اللي هي الخلفية هي نفس الايه الرجل، يعني الـ4 رجول اخدين نفس الاستقلاب ونفس كل حاجة. ودي الحشوة اللي في الجنب زي ما انت شايفها كده برضو، كل حاجة نفس الايه نفس الصورة، شايف القيمة والجمال بتاعها، شايف التفتيح كل قيمة هاند ميد زي ما انت شايفه، تمام. طبعا الجنب التاني هو نفس الجنب اللي انا وريتهولك، بس انا برضو ايه اوريهولك عشان كل حاجة تبقى واضحة معاك. وده هنا حضرتك ده بقى البرواز زي ما احنا قلنا، الارتفاع معانا العرض 90 والارتفاع متر اهو ما شاء الله زي ما انت شايف، حاجة ما شاء الله. كده الجزء اللي من تحت في بالنسبة للبرواز، حاول ابين لك كل حاجة عشان تبقى شايف برضو القيمة وشايف الورد والحاجة عاملة ازاي، كل شغل هاند ميد. حاجة ما شاء الله، وكله معمول من الخشب الزين الاحمر اهو زي ما انت شايف، احنا ما بنشتغلش غير بالخشب الزان الاحمر في كل شغلنا، ما بندخلش بقى لا موسكي ولا خشب بياض ولا اي حاجة. ده كده الفرنتون من فوق يا دكتور زي ما انت شايف، تمام. وده ان شاء الله بكرة هيدخل الدهان بأمر ربنا. شايف هنا ما شاء الله بقى التخانات يا دكتور، اللي انا عامل لك التخانات الشغل كله تخانات، مفيش حاجة رفيعة زي ما انت شايف، ما شاء الله التخانات عاملة ازاي،
وده طبعا السواس اللي هو من ورا اللي ماسك برضو رجلتين اللي هيبقى ناحية الحيطة، عملته لك برضو محمل وحاجة كويسة. شوف استقلاب الرجل وكل حاجة واضحة معاك يا دكتور زي ما انت شايف. بحاول ان انا اجيبه لك كله كامل على بعضه عشان برضه تبقى انت ايه شايف هو عامل ازاي. ان شاء الله على الطبيعة حاجة يعني تحفة. ان شاء الله برضو يعني هنهلك دهان يعني حاجة برضو تشرف عشان يظهر الشغل والحاجة اللي احنا عاملينها يعني في نقطة الدهان، ما تقلقش منها هطلعه لك ان شاء الله يعني دهان حاجة جميلة بأمر ربنا. تمام كده يا دكتور محمد، السلام عليكم. ودي حضرتك بقى الكنبة الكبيرة 3 مقعد زي ما انت شايفها برضو كلها معمولة ايه من الخشب الزان، وطبعا هي برضو كلها خلصت خالص اتقفلت كل حاجة فيها. ده المخدع تمام. هنا بقى دي هتبقى 3 مقعد، المقعد اللي في النص ده هيتعمل برضو مكان حد يقعد فيه. يبقى كده ديت الكبيرة مساحتها ما شاء الله كبيرة زي ما انت شايف، وعملت لك برضو ما شاء الله العمق، عملت لك عمق كبير، وعملت لك الظهر برضو في الميول بحس ان هو نفس اللي يقعد عليه يحس بأريحية، يبقى فارد برضو ظهره نفس الميول اللي بتعمل في المكنة نفسها اللي احنا بنشتريها. يعني انا خدت نفس طبعة الميول بتاعت الظهر بنفس كل حاجة عملتها لك، نفس يعني كأنها ثابتة، كأنها زي الكرسي بالظبط المتحرك بس ديت ثابتة تمام عشان اللي يقعد يبقى مرتاح، لان لسه برضو هنا عارف الظهر لسه هيتعمل نفس اللي احنا عاملينه في الكرسي تمام. دي كده معاك اهي كل القوايم وكل التخانات زي ما انت شايف حاجة يعني ما شاء الله، كله خشب زان احمر. ده الكتف اليمين وده الكتف الشمال تمام، وعامل لك برضو الخشب عامله لك دورين اهو زي ما انت شايف، وعامل لك شيالات وعامل لك سؤاسات اهو زي ما انت شايف، كل دي قوايم وسؤاسات تمام. كده كل حاجة واضحة معاك. فده كده ان شاء الله الصبح ان شاء الله هيدخل التنجيد بأمر ربنا. بحاول اصور لك فيديو عشان كل حاجة تبقى انت شايفها وواضحة ليك تمام. شايف انت التخاين بتاعت القوايم والشغل اهو زي ما انت شايف.